معكم مشاهدينا واهلا ومرحبا بكم بحلقه جديده من حلقات غزل الهوى اللي دائما نحن تعودنا نجتمع مع ضيوف متميزين بعالم الفن والغناء والشعر ايضا. اسمحوا لي رحب بضيف حلقتي لليوم، رحب بالشاعر والكاتب جوهر ونوس، بقول لك يسعد مساك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. ايضا معنا الفنان المتميز الشاب محمد عبد الله، بقول لك يسعد مساك محمد واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك وكل مشاهدي قناه اوفريت، اهلا وسهلا. شرفتونا، اهلا وسهلا فيكم اليوم بحلقه اكيد متميزه، راح تجتمع اليوم الكلمه مع الصوت الجميل وايضا الموسيقى. بدنا نبدا من عندك محمد، نسمع شيء هيك وبعدين نرجع نبدا حلقتنا. يلا. تفضل. السماء علينا الهوى من مبرا الوادي، يا هوى خدني الهوى خدني على بلادي. السماء علينا الهوى من مبرا الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. يا هوى يا هوى يلي طاير بالهوى، في بندورة طاقة وصورة خدني لعند الياها. يا هوى يا هوى يلي طاير بالهوى، في بندورة طاقة وصورة خدني لعند الياها. ازعل يا قلبي اكبر بهالغربي، وما تعرفني بلادي خدني خدني وخدني على بلادي. من مفرع يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. شو بينا شو بينا يا حبيبي شو بينا، كنت وكنا تضلوا عنا وفترقنا، شو بينا شو بينا شو بينا يا حبيبي شو بينا، كنت وكنا تضلوا عنا وفترقنا، شو بينا. وبعد الشمس بتبكي عالباب وما بتحكي، بيحكي هوى بلادي خدني خدني او خدني على بلادي. نسمع علينا الهوى من مفرع الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. من مفرع الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. يسلم هالصوت محمد، يعطيك الف عافيه. يعني هاي الاغاني لما بنسمعها هيك بتعيشنا هذا الشعور والجو الخاص، هاي الاغاني الرايقه هيك الهاديه. دائما انت بتاخذ هذا المود من الاغاني ولا لا في عندك اغاني يعني؟ هلا انا بحاول يعني بطبيعه العمل بحاول قد ما فيني انه وسع مجال الشغل، بس ولكن بنفس الوقت ضمن نطاق محدد من الاغاني. يعني هلا انا يمكن متاثر اكثر شيء بنمط فيروز، بنمط الاغاني اللي فيني اقول لك
الغربية الممزوجة بالشرقية واللي فيها بلمسة فيها لمسة الجبلي، بتحكي عن بلادنا، يعني بتحكي عن تراثنا. أيوة. ضمن هالإطار يعني. هلا يمكن مثلا الطربي بحب اللون الطربي، بس يمكن ما بقدر أدي، فأنا يعني ما بنتقل عليه. ليش؟ مشان ضل ضمن المجال يعني. طبعا. ما كثير بحب إنه أدخل المجال ماني أدو. تمام. يعني بتحب انه شيء يكون يعني خاص فيك، يناسب صوتك يعني، وايضا يناسب ميولك يعني. هلا في ناس ممكن ما تحب هذا النوع من الاغاني، وما يعني هن ممكن صوتهم او خامه صوتهم ما بتساعدهم انه يغنوا لون معين. تماما. هلا انا يعني هلا يمكن اغاني فيروز، هي الاغاني القديمه، يمكن ما بيختلفوا عليتني يعني. بتصور انه يمكن 99% من الناس بتحبها يعني. طبعا. يعني هلا في عندك مثلا في مطربين، الناس ممكن مثلا تتباين الاراء حولهم، بس عندك فيروز يعني. صحيح. طبعا انا ما فيني انه والله عم نحكي عن اسطوره بالغناء، اسطوره فيروز، انا ما فيني اشبه حالي له، ولكن يعني انه انا بحاول ادي هذا النمط، هذا اللون اللي هو طبعاً. لون فيروز، نصري، شمس الدين، هذول الناس، طوني حنا، الناس الحلوين اللي قدام اللي لحد هلا اغانيهم لسه عايشه يعني. تمام. يعني دائما هاي الاغاني ما ماتت، وحتى لقدام ما حتموت يعني. انت بعد 100 سنه ما بتصور فيروز، انا الناس راح تفيق الصبح ما تسمع فيروز. اكيد. يعني هن مدارس كثير كبيره بعالم الفن والغناء. تمام. وايضا التلحين، وايضا نعم. الكلمات، الشعر يعني. هون سؤالنا يعني استاذ جوهر، لما نحن بنسمع هاي الكلمات البسيطه يعني، بالرغم من انه سهله يعني انها تنفهم، وايضا سهله اللفظ وبسيطه جدا يعني من واقعنا من حياتنا، لما بنقول نحن نسم علينا الهوى يعني، فعلا هاي الكلمات الرقيقه قدمها كثير، ممكن أن توصل مباشرة للناس أكثر من أنه الكلمات التعقيدية ولا الكلمات الصحيحة. بالنسبة للهجة المحكية اللي عندنا قديمة جدا، عمرها آلاف السنوات، نحن ما كنا بنعرف أنها هيك. لما الواحد منا بيقرأ لأحمد داود مثلا كتاب سوريا المركز أو تاريخ سوريا القديم، بيتفاجأ أنه في بعض الألفاظ الموجودة في الريف. أيوة. منها الصمد، النير، الكداني، اخر كلمه هي القزلدي، كانت من يومين ثلاثه يمكن، من امبارح ما بعرف صحيح. بالضبط. هذه الالفاظ عمرها الاف السنوات، هي سريانيه قديمه نحن ورثناها. هذاك اليوم انا على الفيسبوك عم اتصفح، تفاجات انه عم يقول في اللغه العربيه فيها 12 مليون كلمه، هاي اللغه العربيه. اللغه الانجليزيه فيها 600 الف كلمه، الفرنسيه 300 الف، الروسيه 150 الف. هذا العمق التاريخي للغه خلى التشعب وارد جدا يعني. انت بتسمعي بهذا الاجنبي اللي زمان واجا بدي يتعلم اللغة العربية، الواحد وين بيروح؟ المقاهي. صحيح. قاعد بأحد بمقهى، سمع واحد، شاف واحد عم يدخن أرجيلة، قال له نارا يا ولد، سجل نارا. بعد شوي قال له جمرة يا ولد، سجل جمرة. سمع واحد ثاني قال له تشعيلي يا ولد، قال هي اللفظة جديدة، سجلها وأز بها. تماما. يعني الألفاظ كلها من معنى لكلمة واحدة. لشيء واحد. صحيح. صحيح. بينما عندك في اللغة الإنجليزية مثلا إذا بتقارن اللغات الأخرى تلاقي الكلمة إلها تشمل مجالات متعددة. السبب هو الضعف، الضعف اللغوي تجاه الجذور التاريخية اللي موجودة. فنحن لما بنحكي نحكي أشياء معينة موجودة في حياتنا. هلا مثلا السقف وكف، كلمة وكف قديش عمرها؟ ما حدا بيعرف. هذه الألفاظ موجودة عندنا، فلما بتكون أغنية بسيطة بكلمات بسيطة توصل لقلب الناس. صحيح. هذا هو الشيء اللي بدي اياه. تماما. انا شو بدي بالزمخشري مثلا؟ تماما. شو بدي بقواعد وتقاعرات المصطلحات اللي ممكن تكون باي يعني قصيده ممكن انها تلحن او تغنى، فيفضل انها تكون كلمه سهله بسيطه متداوله يوميه يعني، سهله للناس توصل للناس. او بحياه المستمع الحالي انه ما يلجأ للقاموس مش يعرف شو معنى الكلمه. وانت اعتمدت طبعا هذا الاسلوب استاذ جوهر، يعني انت كتبت فقط الشعر المحكي وايضا كتبت بالشعر الفصيح ايضا؟ نعم. معا. يعني الشعر المقفى والمحكي انت بالضبط. كتبت فيه. شو هي انواع الشعر اللي حضرتك كتبتها؟ يعني هل التزمت نوع محدد من الشعر ولا لا كتبت لا انواع بتاعتك؟ لا انا في الحقيقه لك شغلي، انا ما بجبر نفسي على شيء. شو بحس بكتب؟ مثلا انا بكتب بالحب، لأن ما في إنسان في الدنيا إلا اللي بدي يحب. صحيح. أنا بحب بلدي، إذا لازم أكتب له. تماما. أحيانا بتكون قضية بسيطة جدا، تبدأ بصديقة عاطفية أو كحب شخص، تتطور بالنهاية. صحيح. إلى حب وطن. صحيح. إذا بدي بسمعك مثال عليها. أكيد طبعا. طيب. بدنا نسمع. تفضل. إيه باللهجة العامية بدي أبدأ. أنا من عادتي دائما إني أكتب على لب ورقة باكيت الدخان. هذا شو المغزى من كتابتك على ما بيتلف. مغلف.
الجزء الداخلي منه انا بكتب عليه. حلو. وبتركه عندي. يعني بضل انه ممكن بتركه عندي وبعدين بايض. تفضل نسمع بعدين ندخل بتفاصيل الكتابه. انت الامل للروح بكنوز ما بيعك، داوي قلب مجروح، مرر اصابعك، حبك سفينه نوح ما ريت تضيعك، يا زين وين بروح لوحان توديعك. حلو. إذا بتذكرك بمرض ما ممكن أنت تتعوض، فراغك بالقلب أعرض من السماوات، رح تنهض وترجع للحسن معرض وقلب العاشق يطيعك، يا زين وين بروح لوحان توديعك. حقك تعتب علي أحلى من أمي وبي، أغلى من ابني وخي وكل الناس وعني، ساكن يا وطن فيه يا زل ابنه اللي بيعك. حلو. يا زل ابنه اللي بيعك. ما فيني نسيتك ولا يوم، لو علي كتر اللوم، حبي لك عبادي وصوم، ما بتعرف عيون النوم، اخبارك حديث القوم، عم يستنوا تقطيعك، يا زل ابنه اللي بيعك. يا زل ابنه اللي بيعك. حلو، رائع جدا. قصيدة حب للوطن. قصيدة حب للوطن. أنا سوري كيف ما شاءت الظروف، إلى إذا سافرت إلى أي بلد في العالم أنا سوري. هكذا أنا قرأت في التاريخ كثيرا وبنيت أفكارا كل الناس يعرفونها ولكن تحتاج إلى من يعبر عنها. عنوانها أنا السوري وهي بالفصحى. جذوري في الحضارة راسخات وجذعي باسق والغصن أخضر، أنا رمز التمدن لطقوس وللآراء إن فكر تحير، أنا السوري كنت على يقين بأن الله في السماوات قدر وأنشأ عالما جنات عدن، هبطنا من رياض كي نكدر، أنا قبل التهود لي صلاة وقبل الصلب قبل الله أكبر، وعني فاضت الأنوار دهرا ومن الرمز مأخوذ وأكثر، أنا من علم الإنسان حرفا أنا السوري من مثلي سيفخر. حلو حلو، رائع جدا. يعني فعلا أجمل ما يكتب لي الوطن لما بتكون هاي الكلمات الصادقة. طبعا يعني هو الحب، يعني أكيد ليس باتجاه واحد، الحب نبدأ بحب وطننا الغالي أكيد هو المعشوق الأول والأخير وننتهي أكيد بحب وطننا. يعني كلام جميل اللي نحن عم نسمعه. قد ما حلو محمد لما الواحد ممكن يكتب لوطنه وممكن أيضا يغني لوطنه، يعني هو كلياته بموتقة واحدة لما نحن نسعى كله في طبعا سبيل وطننا، محبة وطننا والولاء للوطن. أنت أكيد من الشباب اللي حب يغني لوطنه، سواء كان أغاني خاصة أو حتى يعني الأغاني الوطنية اللي نحن دائما نسمعها ونعتز فيها كمان. يعني دائما كتير جميل لما نحن بنشوف هاد الالتحام يعني الشعبي بحب الوطن، وأيضا كمان هاد يعني واجب تجاه وطننا نحن نقدم له أقل ما يمكن، يعني أكيد تقديمه لوطن غالي مثل وطن سوريا. يعني أنت الفنان بشكل عام المفروض يحمل رسالة والمفروض هو يكون واجهة للمجتمع. يعني الناس لما بتشوف التلفزيون بتشوف الفنان كقدوة. يعني أنا ما عم بحكي عن حالي، عم بشوف مثلا فنانين مثلا على التلفزيون كانوا ممثلين ولا مغنيين ولا مطربين ولا يعني هذا الفنان لما هو طبعا بدون منه، يعني هو بدون منه على الوطن. صحيح. الوطن هو اللي ربانا واللي كبرنا واللي حمانا، بدون منه هو في ناس قدمت روحها. صحيح. فما كثير اذا الفنان هو قدم النية تحكي عن هذا الوطن، عن محبته للوطن. يعني كل حدا كان بمكانه بمجال عمله بسواء تماما يعني الكلمة وكانت الكلمة وقع واقوى كانت من السلاح لما نحن بنحكي كلمة حق تماما يعني. وهي وعلى صح. فكرة يعني حتى انا بتوقع الموضوع بده شجاعة. يعني ببداية الازمة بسوريا كان الفنان جورج وسوف هو بعتقد من اول الناس اللي ببداية الازمة عملت اغاني للوطن. صحيح. فكان كانت خطوة شجاعة وخلت الناس يعني تسمع، الناس سمعتها وايه نحن يعني معك، يعني
مع انه هذا الكلام نحن معه طبعا لازم مع بالقول وبالفعل وبالسلاح وبكله يعني تماما طبعاً. يعني كل مين بموقعه صحيح. الرسام فينه هو يعبر عن محبته لوطنه بلوحته، المغني فينه يغني لوطنه، المقاتل بيقاتل بجبهته، كل الناس بتعبر عن حبها لوطنها، الموظف بمكان عمله بمكان وظيفته، السائق، الكل بيعبر عن حبه لوطنه بهذا بمكانه. وبالنهاية كلياتنا اكيد شعب واحد وقلب واحد للوطن. شو حاب تسمعنا هلا محمد؟ يلا تفضلوا. ومتهني لما بسمع صوتك بنسى كل اللي بدي
يقولوا بدي قلك عن قلبي ويقولوا شو يقولوا لما بسمع صوتك انسى كل اللي بدي يقولوا بدي قلك عن قلبي ويقولوا شو ما يقولوا. يسلم هالصوت محمد، يعطيك الف عافيه. كثير حلو نحن عم نسمع هاي الاغاني الظريفه، يعني نحن بنضل عم نسمعها واكيد ما بنمل من هاي الاغاني. هاي الاغاني تبع الثمانينات، يعني هي الاغنيه الفرقه الانام السحريه اغنيه قديمه، ومن فعلا يعني بنرجع لحديثنا انه من الكلام السهل البسيط عدان، يعني البسيط عدان. ممكن تكون احيانا هي ظالمه. وين كيف ظالمه يعني استاذ جو؟ يعني مثلا ما بعاتبك مبقول منا غدر، ما بجرحك مبقول قلبي شو انقهر، مخضر لو ما سقيت بدموع الشجر، ما طار لو ما انحتت عصفور وهجر، ما في مجال نعود انت تمردت، كان الصلح موجود انت اللي عاندت، قلبك صخر وجرود عني بيعدت، قلبي سهل ممدود عامد النظر، ما بعاتبك مبقول منا غدر. حلو. ما ضل عندي زهور بعدك يا حلو، وسنين عمري طيور خايف يرحلوا، كل يوم هالمهجور عنك بسألوا، بيقول نض قبور ملياني صور، ما بعاتبك مبقول منا غدر. حلو، رائع كتير اللي عم نسمعه هذا الكلام. يعني هي قصيدة خلينا نقول عتب يعني ولون، بس كان عم يغنيها محمد أكيد هي قصيدة خلينا نقول كلمات غزلية اشتياق، يعني هي للمحبوبة. فكتير حلو نحن نعبر بهاي الكلمات الرقيقة، بنرجع نحن أكيد للكلمة اللي هي الأصل بأي موقف كان، يعني بأي بحياتنا الكلمة هي إلى أكثر تأثير. يعني جوهر استاذ جوهر، يعني هاي الكلمات يعني فعلا خلينا نقول جوهرية، يعني ما شاء الله تسلمي الله يخليك الفعل تماما. يعني خلينا نقول المواقف اللي انت ممكن تكتب فيها، يعني شو اللي بيلهمك يعني لحتى بدك تكتب؟ انا اعمل مدرسة للغة الانجليزية. حلو. اشعر باني على وشك الاختناق، فاعرف انني ساكتب، اتي بقلم ورقة واكتب وانام، عندما استيقظ اقرا، ان اعجبتني ابقيتها والا فالنار بانتظارها، حرقت اوراقا كثيرة، أذهب إلى عملي وأعود متعبا مرهقا، أقرأها قبل أن أفعل أي شيء. يجب أن تناسبني، يجب أن تناسب كل الناس وفي كل الحالات. في حزن يعني هل أنه أنت عم تقول نعم. تكتب ممكن تاني يوم تشوف أنت نعم. الكتابة ما تعجبك تحرقها، يعني هل ممكن أن تكون ردة فعل لموقف معين، كتابة قصيدة معينة؟ هناك ردات فعل كثيرة نعم. ولكن ما أكتب يجب أن يبقى ويناسب كل الناس في كل الحالات. هناك المريض، هناك الحزين، هناك الفقير، صحيح. هناك السجين، هناك المغترب. عندما يسمعني شخص ما يجب أن يرتاح، وإلا فكيف سأعبر عنه؟ صحيح. هنا أبحث عن شيء لكن بلا أثر، حالة عشتها سنين طويلة وعبرت عنها كتابة. قد ايه تقريبا كتبت أستاذ جوهر؟ كم كتبت واللي العدد، يعني القصائد اللي كتبتها او ممكن الدواوين اللي انت كتبتها؟ انا كتبت كما هائلا من الاوراق وحرقت جبالا من الاوراق. ما ابقيت على قيد الحياه في طيات ادراجي يعادل 500 قصيده. حلو. ما يعني هلا نحن عم نشوف يعني على الورق، يعني وحتى على ورق ما تذكر قصدير الدخان، يعني هل ممكن صعوبة انك تعمل كتاب لإلك او ديوان شعر لإلك، تجمع فيهم هاي القصائد بكتاب او بديوان واحد؟ عندما كنت في العشرينات من عمري اعمل مدرسا للغة الانجليزية، الرقة هناك احبتي، بلد مليء بالثقافة، تناهى الى سمعي صوت ياس خضر مطرب العراق الاول، حن وانا حن. جلست في مقهى الرشيد وكتبت قصيدة أسميتها سرابا، حتى الآن لم أستطع أن أعدل فيها كلمة واحدة. ليش ما قدرت تعدل؟ يعني هي القصيدة كانت ولدت كما هي. ما هي حلو. وصراحة كنت أتمنى أن يغنيها وديع الصافي، ولكن لا أملك إجرة الطريق، ويمكن إذا ذهبت إلى هناك يمكن أن لا أجده، وهناك أشياء كثيرة. وأنا أعمل مدرسا، وفي تلك الفترة
يعني كانت ظروفي المادية سيئة جدا. عن شو كانت تحكي القصيدة؟ اسمها سراب. موجودة؟ سراب، ولكن فقط لأعد إلى سراب. نعم تفضل. سراب أين أنت يا سراب 17؟ يعني متى بدأت الكتابة أنت أستاذ زهر؟ كنت عندما بدأت الكتابة منذ أن عرفت بحور الشعر، ولكن فوجئت بأنني كنت سابقا أقول كلاما موزونا ولكن أنت اتجهت إلى اتجاه آخر، يعني اللغة الإنجليزية، يعني لم تدخل أبدا ببحر اللغة العربية. لا أخفيك سرا، أنا نادم أشد الندم على دراسة اللغة الإنجليزية. يعني بيكتب شعر وهو يدرس اللغة الإنجليزية والمصطلحات الإنجليزية بحياته بشكل دائم، ويدرس أيضا جيل كامل اللغة الإنجليزية، يعني ممكن يكون بعيد بعد تام عن الشعر، لكن أنت هلأ خلفت القاعدة نوعا ما. سراب، تفضل بسمع سراب. أتبغي الوصل منها يا فؤادي؟ أتنسى القيظة كثبان البوادي؟ سينبت جرحك الدامي نخيلا ويحيي بلدة من عهد عادي، ويملأ نضك الدنيا غيوما لتمطر اللؤلؤا فوق العباد، ويعزف وجدك المحروم لحنا ليزهر من سماع كل وادي. تغني الحب مقبرة وقفر، ويفنى البغض في قلب الأعادي، تجيء نبوة ويعيش ميت، وينسى الثكل ثوبا من سوادي، وينمو في يباب اليأس أيكن ليصبح جنة بعد الرمادي، ولا تحظى بوصل ذات يوم إلى ما بحبها عبثا تنادي. حلو فعلا، رائعة جميلة، من أجمل قصائد. كمان أنت محمد خلينا نقول بالغناء أو بالفن، يعني لما أنت بتغني ممكن أيضا حالة الفنان تأثر كتير على فنه على أدائه، أيضا ممكن روح الفنان تختلف بالأغنية، ممكن نحن الأغنية نسمعها من أكثر من شخص، من أكثر من فنان بيغني هاي الأغنية، لكن تختلف من شخص إلى آخر، يعني حسب كل شخص هو مدى إحساسه بالأغنية. يعني هلا أنا يمكن بمجال عملي هلا أنا كدي جي وبعمل بساوي البلاي باك اللي بغني فيه، ف برغم انه انا يعني بغني شيء الحرك وشيء حتى حافظ على جو الحفله اللي انا فيها، بس احيانا ممكن قبل الحفله ممكن بنص ساعه يطلع لك حدا يفسك، يعني فما بتعودي، يعني ما بقى بتعودي بتعرف تشتغلي، يعني لا حتى صوتك ما بقى بيخدمك، ولا حتى ما فينك انت، يعني تماما الحاله النفسيه هي اللي بتنعكس عليك بالعمل، يعني خلينا نقول ايضا الاحساس قد ما كثير مهم لما الفنان بيحط احساسه باغنيه معينه. هون يعني تجي للأغنية رونق تاني، أيضا لون آخر نحن بنشوفه لما بغنيها الفنان بكامل إحساسه. يعني هلأ في ناس بس بتغني هيك أنه أنا بس بدي أغني بدي أدي على مسرح، حتى في ناس بتلاقي أنه بتحكي كلمتين بس هالكلمتين فيهم إحساس. يعني هلأ عندك مثلا القصة ناجي القصة، ممكن العالم بتسمعه يمكن صوته ما حلو بس إحساسه كتير عالي. صحيح، كتير عالي. يعني في كتير فنانين بتلاقين مثلا الراحل عبد الحليم حافظ يعني احساسه عالي جدا جدا، ليس فقط احساس، يعني ايضا نحن عم نحكي عن اساطير، يعني يا ريت لو فعلا نحن ناخذ من كل اسطوره يعني جزء بسيط تماماً. اكيد كان فننا بالف خير تماما. شو بنسمع هلا محمد؟ استراحه وبعدين نرجع نشوف شعر الاستاذ. يلا يا محلى الفصحى. يا عين يا عين يا عين على راس البر، والقمر نور عين يا عين يا عين على مو على موج البر، على مو على موج البر. يا ما حدا فسحة يا عين يا عين يا عين على راس البر، القمر نور عين يا عين يا عين على مو على موج البحر، على مو على موج البحر. تعالي يا شغل بالي، قال لي تعالي يا شغل
علمو علمو زولي علمو علمو زولي أصل المحبة ضحكة ولعبة أصل المحبة ضحكة ولعبة خلونا صحبة يا عيني على طول العمر أو الأمال نور عيني 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 علمو علمو زهور علمو علمو يا ما حلا الفسحة يا عيني 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 على راس البر أو الأمان نور عيني 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 علمو 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 حلو اللي عم نسمعه وخصوصي اذا سمعنا شيء من تراثنا وخصوصي اذا كان تراث ساحري يعني هيك لاداني فعلا هاي الاغاني تراثيه حضاره يعني بالاخير وهي حضارتنا يعني بالنهايه. هلا الاغاني التراثيه بخصوص اللادانية ما بينشبع منها يا محلى الفصحى يا مسافره يا هي الاغاني ما بينشبع منها وخصوصا يعني نحن لما بنسمعها اخر ليل انا بسلطن عليها بصراحه. اكيد حلوه ما في احلى منها. شيء حلو لما بنسمع نحن شيء من تراثنا مثل ما عم يحكي الاستاذ جوهر يعني نحن عم نحكي تاريخ يعني نحن كلماتنا وحتى يعني سواء كان بحضاره عريقه وخصوصا اذا كانت حضاره اوغاريت وعراقه اوغاريت مليء بالقيم الروحية. نعم أي أهم شيء يعني نحن في قيم ومبادئ كتير بالضبط. صحيح مليء بالقيم الروحية تمام. حتى كلمتنا نحن اجت يعني اجت الكلمه من الاف السنين يعني حتى كلمه دلعونه دلعونه كانت الاراميه لما كانوا هن يعملوا الطين ويسقفوا الحيطان كانوا يمدوا عن طريق هاي البيلوله خشبه هيك يمدوا الطين فهن تكون الكمية كبيرة وصعبة فهي تكون واحد اثنين ثلاثة دلعونا تماما انتقلت بعدين صارت غنية دلعونا دلعونا صارت غنية ضلت هاي الكلمة لأيامنا حلوة أكيد دلعونا يعني واحد اثنين ثلاثة معلومة العربية. حلوة لما نحن بنجي بنبحث عن أصول يعني الأغاني التراثية الباقية إلى الآن يعني دلعونا المجنة الظروف يعني هي كلها بتعرف أنت أستاذ جوهر يعني الكلمات كانت منذ زمن يعني هو تاريخ عم نحكي نحن وباقي الى الان وسيبقى الى الابد وسيبقى الى الابد يعني اللي بياكد يعني مثل ما بتقول هلا مثلا نحن بنسمع كثير من الكلمات يعني هي قديمه نوعا ما لكن متداوله الى الان متداول. يعني هون بنرجع لسر الكلمه يعني لسر المعنى ايضا لاحظي انه الساحل السوري اسماء القرى اسماء الاماكن ليس هناك من قريه حديثه كلها من الاف السنوات حلو ولكن مع الايام تتغير بعض الكلمات لا أكثر ولا أقل يعني مثلا ربما كلمة دلعونة ربما كانت باللغات القديمة تختلف عما هي عليه الآن ولكن إذا رجعنا للهجتنا المحلية الحالية مثلا أنا قاعد لحالي الأخ عم يقول هون في آخر ليل بصلطي أنا شلون بكتب أو كيف سهرا لوحدي ارسموا لون صور مدري إليك يا عمري مدري للقمر لولاك شو نفع الليالي شو السهر لولا وجودك ما ترك قلبي السفر مسكين هالقلب بهواك شو جنى ضاعت فرحته ما عرف نبض الهنا ما عاش لحظة بقربك وكان المنى تشفى جروحه ينجبر حلمي انكسر كل الورد كل الأناقة جمعت فيك وإلى باقي النساء توزعت حبك خطيئة الروح فيها استمتعت آدم أنا وربي لها الغلطة غفر خلص العمر والموت حانت ساعته كانت إلك بالقلب آخر دقته رايح لربي إن شاء الله بدخل جنته وانطر تجي تضمك ونشبع سهر حلو
حلو رائعة جدا وفعلا يعني معبرة وعميقة المعنى أيضا، لكنها بالفصحى شيء آخر. حلو بالفصحى لا أيضا تبعت أنماط أستاذ جوهر، سباعيات، أنماط سباعيات وأيضا طبعا. في خماسيات كمان، خماسيات وسباعيات، أنا أكتب في السباعيات. شو السبب يعني ليش تبعت هذا النمط من الشعر؟ أولا سبب ضيق وقت القارئ، ثانيا النفس الطويل في الشعر يحتاج إلى كم هائل من التعب والعناء، القارئ مستعجل حتى على مجال الفيسبوك بوست إعلاني يقرأ سطر لايك وينتقل إلى آخره إلى آخره إلى أن يرى شيئا يلفت انتباهه. هذا أولا. ثانيا أنا بالنسبة لي عندي قناعة تامة بأن من لم يستطع أن يعبر بعشرة أبيات أو بسبعة أبيات من الشعر عما يريد لن يعبر بسبعين بيتا. حلو، يعني أنت بتعتبر أنه خمس أبيات أو سبع أبيات هي كافية البلاغة تحمل رسالة معينة. نعم. الخمر عصارة العنب، صحيح، والشعر عصارة الأدب، وعلى هذه العصارة أيضا أن تختصر إلى أقل ما يمكن كي لا يمل القارئ. فعلا والخمر يؤثر أكثر من العنب طبعا بالشخص. مثلا تفضل نسمع شيء. هناك أشياء في حياة الإنسان يمر بها يستطيع أن يجدد، أن يقول أي شيء في بحر شعر بقافيته بوزنه دون أن يغير أي شيء من الأشياء الجميلة التي في الماضي، ولكن أنت موجود في هذا العصر، هناك أشياء اكتبها بسبعة أبيات وحافظ على احترام الماضي. حلو. مثلا قرأت رسالتك قد تحتوي على شيء من التمرد، فليكن مر هنا عرف الفؤاد حضارة لم أستطع نسيانهم، لم أستطع في كل شيء من حياتي طيفهم، لم أنتفع بوسائلي لم أنتفع، فاضت سواقي العمر وجدا تائها، لم ينقشع غيم الهوى لم ينقشع، والصبر ثوب ضاق أصبح باليا، لم يتسع مزقته لم يتسع، والعمر غاب بلا وداع ساخطا، لم يستمع رغم النداء لم يستمع، إن كان هذا ما كتبت فإنني لم أقتنع يا رب، لا لم أقتنع، أملي بعفوك كان سر تفاؤلي، لم ينقطع هذا الرجاء لم ينقطع. حلو رائع جدا هاي الكلمات اللي عم نسمعها، وأكيد يعطيك ألف عافية. نحن كنا كتير كمان حابين نسمع كتير من الشعر، لكن مع الأسف نحن ضيق الوقت ما بيسعفنا نهائيا. أكيد بحلقات إن شاء الله قادمة نسمع كم هائل من الشعر ومن هاي الكلمات فعلا الصادقة والبسيطة وأيضا النابعة من قلبك. شكرا كتير لإلك أستاذ جوهر ونوس، كنت معنا لليوم وكتبت بفعلا كلمات جميلة جدا وبسيطة أكيد وصلت لقلوبنا. شكرا إليك. الله يخليك، شكرا. أهلا وسهلا فيك. شكرا إليك ولكم. محمد بدنا منك كلمة وأكيد رح يكون مسك الختام معك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا كثير على الاستضافة الحلوة، وشكرا لكل متابعين قناة أوغاريت. طبعا إن الشرف بظهورنا على شاشتكم اللطيفة، وشكرا كثير على الاستضافة الحلوة. أهلا وسهلا فيكم، أكيد بتشكر مشاهدينا للمتابعة، بنلقاكم بحلقة جديدة من حلقات غزل الهوى. تفضل محمد. طليت الحلوة وشعرها طاير على خدها، قلبي من يوم يا قلبي ما عاد يتهدى، طليت الحلوة وشعرها طاير على خدها، قلبي من يوم يا قلبي ما عاد يتهدى، سألتن عن اسمها قالوا لي اسمها زينة، يا ريت حلمي يتحقق قربك يا زينة، سألتن عن اسمها قالوا لي اسمها زينة، يا ريت حلمي يتحقق قربك يا زينة، زينة الحلوة زينة سحرة نبرنشا زينة، نظرة من عيونها والله بتحييني من جديد، زينة الحلوة زينة سحرة نبرنشا زينة، نظرة من عيونها والله بتحييني من جديد. Oh,
اسمك يا حلوه والله محفور بقلبي. اه يا زينه لو كنت تحس بحبي. اسمك يا حلوه والله محفور بقلبي. اه يا زينه لو كنت تحس بحبي. كنا منزرع الدنيا ورود وياسمين بغاروا منا يا حلوه كل العاشقين. كنا منزرع الدنيا ورود وياسمين بغاروا منا يا حلوه كل العاشقين. عيني بتسال عن زينة قلبي بيقول لي وينها نظرة من عيونها والله بتحيينا من جديد. زينة الحلوة زينة سحرتني برمشة زينة نظرة من عيونها والله بتحيينا من جديد بتحيينا من جديد. زينة الحلوة زينة سحرتني برمشة زينة نظرة من عيونها والله بتحيينا من جديد.